وشلت التليفون واتصلت بالشيخ قطر الندى اللي مبحوح صوته من الجقاير ومن العرق ومن الهبيط. فهذا الاتصال اللي صار بيناتنا اليوم، الله شاهد على مود العراق. اسمعوا. على مود العراق. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك الشيخ؟ الله يخليك طول عمرك. الله يسلمك. أنا وصلني بيان من حضرتك أنت منزله. بيان. هذا البيان اللي آخر واحد نزلته بأنه أنت ما متبري من إيش بيه يا بي. هذا البيان شلون ما بتبري منه؟ وانت حضرتك قلت بانه متبري على شخص عندي ابن اخويا. اي نعم تفضل. اولا حياكم ما بيش، ثانيا هذا اتخذوا مجلس العشيرة منهم كلها التوقيع مالي، ثالثا منهم مجلس العشيرة. أنا حتى أعرف. ثالثا اسمع خلق ملك. لا تقول لي اسمع. ثالثا لا تقول لي أنت بينك ما في ملك. فالشيخ ما تحمل زين، قال أنا مالي شغلة، العشيرة اجتمعت أنا ختمت ووقعت، يعني بس استلم الفلوس وختم ووقع. الله شاهد أنا على مود العراق خابرته، الله شاهد، يعني أنا طباب خير لو لا؟